هاي جايز، كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير الكيك البارد بثلاث طبقات من دون كريمة. المكونات بدنا بيضتين، 6 معالق كبار من الطحين، 6 معالق كبار من السكر، 6 معالق كبار من زيت النباتة، نص كوب من الحليب، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة فانيلا ورشة ملح. أول شي منضيف البيض بهيدا الشكل، بعدين أكيد منضيف رشة الملح، بعدين الفانيلا، بعدين السكر، ومنحركهم بالخلاط لحتى يصير لونهم فاتح وكمان يصير في مثل بابلز بلوين صغار، ولازم يطلع هيك معكم المزيج. بعدين منضيف حليب، بعدين الزيت، وبعدين منحركهم شوي صغيرة بس عشان ينخلطوا مع بعض. وهلأ منضيف البيكنج باودر على الطحين المنخول، أكيد ضروري يكون منخول، وبعدين منحركهم مع بعض، وبعدين منضيف الطحين والبيكنج باودر بقلب المزيج بهيدا الشكل، وكمان ضروري انه نضيفهم تدريجيا ونحرك كل ما نضيف شوي، وبدنا نضلنا عم نحركهم لحتى يبطل في كباتيل او تكتلات بهيدا الشكل. رح نرجع نحركناهم بالخلاط لانه ما راحوا الكباتيل، وهيك لازم يطلع معكم المزيج بهيدا الشكل. وبعدين بندهن الصينية اللي بدنا نحط فيها الكيك بالزيت وبالطحين كمان عشان ما يلزق الكيك، وبعدين منحط المزيج بقلب صينية الكيك، وأكيد لازم نكون محمين الفرن سابقا قبل ب10 دقايق على درجة 180، وكمان لازم نحطها بقلب الفرن لمدة نص ساعة لحتى يستوي الكيك تقريبا. وهلا المكونات للطبقة الثانية، بدنا 2 كوب من الحليب، 2 معلقة كبار من السكر، 3 معالق كبار من النشا، ومعلقة صغيرة من الفانيلا. منضيف هلا الحليب، منضيف السكر، منضيف النشا، ومنحركهم لحتى يدوب النشا على البارد، ضروري قبل على البارد نحركهم. بعدين وقتها يختفوا الكباتيل منشغل النار ومنضلنا طول الوقت ضروري نحرك، لازم ضروري نحرك. ووقتها عنا المزيج يبلش يتجمع مع بعض او يجمد، منطفي النار ومنضيف الفانيلا على البارد، وبعدين منحركهم هيك شوي صغيرة. وبعدين دغري مباشرة وقتها يكون سخن المزيج منضيفه فوق الكيك ومنوزعه بهيدا الشكل، وعنا الطبقة الثانية بتكون جاهزة. وهلأ صرنا بالطبقة الثالثة. المكونات بدنا 2 كباية من الحليب، 2 معلقة كبار من بودرة الكاكاو، 3 معالق كبار من النشا، ونص 1/2 كباية سكر، وبدنا كمان 2 معلقة صغيرة فانيلا. منضيف أول شي الحليب، بعدين السكر، بعدين النشا، وبعدين منضيف بودرة الكاكاو بهيدا الشكل مثل ما شايفين بالفيديو، وبعدين منحركهم شوي على البارد لحتى ينخلطوا المكونات مع بعض، وبعدين منشغل النار ومنضلنا طول الوقت عم نحرك لحتى كل المكونات يدوبوا، وكمان بعدين وقتها تتقل المزيج منضيف الفانيلا ومنطفي النار ومنحركهم كمان منرجع.
شايفين كيف رحنا عم يغلي عنا المزيج، وهيك عنا الطبقة التالتة بتكون جاهزة لنحطها فوق الكيك. وهلأ منتركها بقلب التلاجة أو البراد لمدة 3 ساعات على الأقل لحتى يجمدوا الطبقات. وهيك عنا الكيك بثلاث طبقات من دون كريمة جاهز للتقديم. وكمان ضروري لازم وانتو عم تقطعوها، كل ما تقطعوها من جنب تمسحوا الشي اللي عم تقطعوا فيه الكيك عشان يطلع عندكم ثلاث طبقات متساويين مثل ما شايفين بالفيديو. وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. See you in the next video. Bye.